أيضا راح نتكلم عن في هذا الدرس عن عامل الالتهابات وربطها في درس سابق. تكلمنا عن عامل المناعة أيضا عند إصابة الطفل بالتهاب، ما يبدأ الجسم مكافحة هذا الالتهاب عبر المناعة الطبيعية، ولكن عندما تتكون الأجسام المضادة لهذا الالتهاب فإنها تكون مضادة أيضا لخلايا بيتا في هذا البنكرياس وتحطمها كما تحطم الجرثومة المسببة للالتهاب. وكما تكلمنا في الدروس السابقة، الداء الموجود والأسباب مجهولة في مرض السكري. إذا كان داء السكري سوى لدى الكبار أو الأطفال ينشأ بسبب تعرض الخلايا البنكرياسية للضرر، فإن أسباب هذا الضرر لم تعرف بعد حتى الآن. عامل الالتهابات، وتقول هذه النظرية أن الجرثومة المسببة للالتهابات وعادة ما تكون فيروسا تذهب عن طريق الدم إلى البنكرياس وتحطم خلايا بيتا بطريقة مباشرة. وكما نعلم أن خلايا بيتا مهمة جدا في محاربة مضادات أيضا مضادة أيضا لخلايا بيتا، جهاز المناعة مضاد لخلايا بيتا، وأيضا الفيروس قادر أن يقتل خلايا بيتا. وهذه الخلايا البيتا هي المسؤولة عن تأدية وظائف البنكرياس بشكل مميز. وأتمنى أنكم فهمتم هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.